Zahir Bin Aid. Samar. Fatul Salam. Zahmed Latta. Zahmar Bushiba. Mohamed Jilouli. Zahmed Rafi Marbawi. Sinsuddin Dioni. Semi Monsuddefi. Zahmed Munia Orafi. Mohamed Atiya. Siyus Orafi. Zahmed Khadija Qada. الاقتصادية والثقافية وفقا لأحكام الدستور لا سيما الفصل 31 الذي ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تابعية كل الوسائل لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة. وكذا الفصل 32 الذي يؤكد أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة. بناء على القانون التنظيمي رقم 111/14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظاهر الشريف رقم 83/15/1 الصادر في 20 رمضان 1436 موافق 7 يوليو 2015. من باب التذكير فإن الجماعة منذ إحدادها سنة 1965 خضعت لتقسيم إداري وجماعي سنة 1992 والذي أسفر عن إحداث بلدية سيدي سليمان شجاعة وكنتيجة لهذا التقسيم تخلت الجماعة عن مقرها لفائدة بلدية سيدي سليمان شجاعة ومن ذلك الفريق فإن الجماعة ما تزال تكتري مقرها بما يشكل عبئا إضافيا ماليا وإداريا وخلال سنة 2009 خضعت الجماعة لتقسيم جماعة جماعي تقرر بموجبه اقتطاع أجزاء مهمة من تراب الجماعة وهي عبارة عن 10 تجزئات سكنية مما أثر ذلك سلبا على مداخل الجماعة والتي تقلصت بشكل كبير نتيجة غياب مداخل قارة والتي كانت تساهم فيها مجموعة من الرسوم والضرائب فبينما كانت تحقق الجماعة فائضا في ميزانيتها أصبحت حاليا تعاني من عجز كبير بميزانيتها نتيجة تقلص المداخل وتزايد النفق وتجدر الإشارة أن مشروع توسيع المدار الحضري لجماعة الترابية سيدي سليمان شجاعة يهدف إلى التوسع في اتجاه ضم التجزئات السكنية القطب الحضاري الجديد لبركان الكائن بدوار ولاية الحاج بين الجماعة الترابية لزبزان. هنا بغيت غير باش نقول للإخوان سواء الصحافة ولا المجتمع المدني بأن الجماعة الترابية لسيدي سليمان غرضها في المدينة الجديدة ما غرضها لا في تزاغين ولا في ابن دين ولا في ولاية الحاج ولا والو غرضها التوسع حتى غادي شعرش ما عندهاش غرضها في تزاغين ولا في تقربوس ولا في شي حاجة ما عندهاش حق ندخل طوماش إذا نعتبر أي توسيع للمدار الحضري على حساب الجماعة الترابية لزبزان سوف يهزم وضعها المالي أكثر وسوف يبقى بضلاله على آمال الساكنة في تلبية انتظاراتها وتحقيق آمالها في التنمية والنهوض بمستوى عيشها. حنا الجماعة الترابية لزبزان عانينا بالتقسيم الإداري دابا إلى جات الجماعة الترابية لزبزان توسع من ناحية وربما البلدية تقدر تبغي توسع من الناحية تاع ولود يعني زبزل نمحيوها من الخريطة في الوقت اللي كان سيدي سليمان هو يعتبر حيا من احياء الجماعة الترابية فإذا به اليوم يبغي باش يخرجنا من جماعة ديالنا هي جماعة كرناش نعرف الحدود اصاحبي وكلمة إلى إقناع الجهات السكنية من تراب جماعة وإلحاقها بجماعة تراب أخرى ترابية أخرى ولا يشمل التجمعات السكنية الناقصة التجهيز والتي تحتاج إلى بنية تحتية أساسية لتأهيلها وتوفير الشروط الملازمة الملائمة للنهوض بمستوى عيش السكان لذا نرفض أي مشروع لتوسيع المدار الحضري على حساب تراب جماعة تبزل لكونها سيؤدي حتما إلى تدهور الجماعة أكثر فأكثر والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سي محمد. سي بسم الله الرحمن الرحيم. النقطة الثانية فيها مداولة المجلس بشأن مشروع توسيع المدار الحضري لجماعة سليمان شجاعة على حساب جماعة تبزل. هذه النقطة غير من غادي في الشطر الأول ديال المداخلة ديالي غادي نكون توضيحات من السيد الرئيس
ان من حتى واحد النقطه بحال هكا ويقولوا توسيع المدار الحضاري لجامعه زكزيد سيدي سليمان شراها على حساب جامعه زكزيد. السلام عليكم. من نقول توسع على حساب جامعه زكزيد فهذا يعني تقسيم، ومن التقسيم من بعد 2021 غادي يكون واحد التقطيع ترابي اللي غادي يكون السيد الرئيس حنا باش غادي نصادقوا ولا نطلبوا هذه النقطة ما يمكنناش غادي نجيو ونصادقوا كما راها. هذا التقطيع اللي شفتونا في المداولة ديال 2006 ديال سيدي سليمان بغاو يتوسعوا على ثلاثة ديال المحاور، بغاو يتوزعوا جوج اتجاه طريق أكليم على بوعياد، وبغاو يتوسعوا الاتجاه ديال طريق زكزل جهة تزاغين، وبغاو يتوسعوا الجهة ديال القطب الجديد الاخر ديال بالحاج. اذا ثلاثة ديال الصعيدة. اذا هذا مقرر غادي يتاخذ من المجلس ديال زكزل، هذا مقرر مصيري، هذا مقرر مصيري، ما غاديش تستهزئوا ولا غادي ما نعطيوش معطيات كاملة. خصنا معطيات دواوير اللي غادي تقاس. انا باش نناقش الموضوع، انا من غدا قالوا لي عطينا بوش، عطيونا بوشاقور، عطيونا التوميات، وعطيونا بيزير، وعطيونا الجبل، وعطيونا انطلاقا من الخطاب الملكي لصاحب الجلاله دائما كيلح على تقريب الاداره من المواطن. حنا كنقول انا كممثل في تزاغين كنقول الى تزاغين غادي تنظم البلديه ديال سيدي سليمان انا ما عنديش مانع، لانني انا من الاحسن ان المواطن ديال تزاغين غير يقطع القدرون هو بسيدي سليمان البشويه قدامه وكلشي قدامه. هذه نقطه كممثل ديال تزاغين كنهضر باسم الساكنه ديال تزاغين. اما اذا كان هاد الناس عندهم نوايا انهم يشدوا المدينه الجديده ويتجهوا ولا يمشيو للتربه، انا كنرفض هذا التقسيم. فوالا هذا هو، هذا هو انا كنهضر بصفتي نائب ديال على لسان، ها هما عندنا جمعيات هنا هما حاضرين معنا على لسان الساكنه اللي كنتمي لها. الا كان هذا التقسيم هذا كيشمل تزاغين انا متفق معاه تقريب، وهذا خطاب سامي ديال صاحب الجلاله. حتى واحد ما غادي ينكر هذا. صاحب الجلاله دائما كيقول باللي يعني خصنا نقربوا الاداره من المواطن. حنا راه كتقرب عندنا، الا كانت باغيانا اسيدي اهلا وسهلا، حنا ماذا بينا نقطعوا الجبل ونهودوا لسيدي سليمان. إلا ما كانتش قابلة تزاغين وكيما قلت نتايا النوايا ديالها أنها تمشي تاكل غير العسل، حنا ما غادي نرفضوا هذا الطلب. وشكرا. حنا مازال هذه هو علام غادي نصوت، هذا هو اللي كنقول علام غادي نصوت. حنا باقي عليك غادي تاع المديرية تاع حنا أنا نظن برك سيدي سليمان بغا يتوسع، هنايا بغا يتوسع. انا غادي نتوسع وما نعرف. حنا كنظن انا كنظن اننا خصنا هاد النقطه هذه ناجلوها ريثما اننا نتوسعوا واحد الفكره. وصلت اليوم بغيت نقول على القضيه ديال جامعه زكزيد، نهضر مع مكتب المسير اللي تقولوا القرويه كما قال السي رمادي الى ديتوها الجهه هي جامعه زكزيد ما عندها والو. من كم وسيله 503 لا بالتي شوف غادي نكتب سميه الرئيس السي ربحي عقادري 17 السي السعودي 17 السعودي. شكون اخر السي المصري؟ فاطمه
رشيدة مسكينة ياك مسكينة حسن اليومادين اليومادين زهير بالعين وادي فر الوادي الوادي أنف أنف ناف الو صافي داوي سي مداوي قلنا كاين تصويت برفض التوسيع الرئيس سي ربحي سي قادة خديجة مهداوي أسماء محمد عطية عبد الرحيم عرباوي وسام فيلالي عمر قادري مسعودي عبد الحفيظ منصري محمد ورافي فاطمة رشيدة مسكيني حسن لومادي زهير بالعيد الوادي نصر الدين أنفناف البكاي التصويت بقبول بنعم بلا بالامتناع شكون اللي بغى بالقبول سليمان شراعة توسع على حساب زبزال تصويت بصالح توسيع سيدي سليمان شراعة شكون اللي بغى توسع سيدي سليمان شراعة على حساب الجامعة الترابية لزبزال لا أحد امتناع التصويت لا الامتناع تحفظ لا كان امتناع القبول لا مكانش تحفظ مكانش تحفظ امتناع كل امتناع التصويت لا امتناع التصويت الرئيس واسمع الصوت في شكل التصويت ولا لا في شكل في صوت الله يرفضوا على المجموعة كامل ما في نقطة اللي ما عارفينش تحديد ديال جغرافيا والدواوير دواوير اللي سيبليه اللي مستهدفة خصنا الدواوير اللي مستهدفة باش ممكن نعطيو ولا نبليو ولا اخر ديالنا ونكونوا بهاد الناس الثلاثة اللي كتقول ديك الساعة يكون عندنا حق باش نتابعو ولا صوتوا بنعم ولا صوتوا بلا سجل السياحة ديالنا على إثر هاد الشيء النقطة أنها كان خصها ترفض شكلا باش ما يدليها باش ما تكونش في جدول الأعمال طرف نقطة الموسيقى كل شيء بالنسبة لسجل السياحة الناس هما غادي يقولوا اسمه ودي راه سي محمود اللي ساحب سجل الاسم ديالو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا مش حنا السؤال هاك اللي فات انه المراه غايبه وديتوها حاضره وكذا تغاضينا امور خصكم تلقاو ما حضرتكم ديوني مكي غرافي مو اسمح بحضور الكلمة الثانيه عمرو وبصفة خاصة نشكر المجتمع المدني و
الصحافة الإلكترونية التي واكبت معنا هذا الاجتماع بتاع الدورة الاستثنائية، ونتمنوا لهم باش يزيدوا يزيدوا شنو كاميرا اخرى يزيدوا كثير من التألق والاهتمام بالجامعة الترابية لزكزت، مع العلم ان الجامعة الترابية لزكزت قفزت قفزة نوعية المشاريع الكبيرة اللي كاينة. ربما لو كان جي المجلس البلدي نفسه يدير هذه المشاريع اللي عندنا في الجامعة الترابية لزكزت وخاصة تزاهير المولود ما يفوق 3 مليار سنتيم ما بين دور النحار والماء والضوء والتربان اللي غادي يكون غودروني تزاغين وولد. هذا يبشر بخير خلافا لما جاء في التدخل تاع السي صندوق اللي يقول انا ما كرهتش باش نقول سليمان شرعه. راه الا مشيت لسيدي سليمان شرعه غادي تهمش كما همش الاخرين. مرة أخرى نشكر الإخوان ديال الصحافة الإلكترونية، وحنا رحنا الإشارة ديالكم أي وقت ممكن ما بغيتوا شي معلومة فحنا رحنا الإشارة ديالكم باش نعطيكم جميع المعلومات المتعلقة بالتنمية تاع الجامعة القهوية لزكزان. وشكرا والسلام عليكم وربعة الجزائر.